صحابي اتخبرنا ان تحبار عمالي عايش متأكل نوران. إنه إبراهيم الذي اعتقدنا في الموسم الماضي أن صرخة والدته عبر برنامجنا ستحرك المعنيين لإنقاذه من استمرار التحرش الجنسي الذي كان عرضة له. من سنتين أنا وعم بركض إنه الصبي بده مؤسسة يوجد فيها تأهيل نفسي. على الهواء أنا فيه أوعدك وقلك حتى من هلأ لأيلول، وهيدي بناء على تعليمات مباشرة من وعالي وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ وائل أبو فعور، هذا الطفل ابنك سوف يكون في مؤسسة بتأمن له الرعاية المناسبة. إلا أن الوالدة خاب ظنها بالمعنيين الذين لم يكترثوا لحالة طفلها، خصوصاً بعدما ترافق التحرش الجنسي مع وخزه بحقن الهيروين. مجا عالسنة أستاذ ابن قاضي أمنا وعنزان أخذوني سبب بمنطقة عن أودة، كانت كات خدام الأوبة صلحونا استحي لك شعرون سأصرخ وغيد أعطونا أمر ثريان هون دخلت حسسي أوبة وقعد بالآن. حكيت عن وضعه وعاسس انه يتحركوا الوزاره ويتحركوا انهم يعملوا له شيء. ما تحركوا وما عملوا شيء، كانوا يتحرشوا فيه جنسيا قبل، ورجع نزل مره ثانيه اعطوه ابره بايده. عملت انا الفحص طلع الابره هيروين، وهيدي الابره عملت له امراض كثيره بجسمه فوق الامراض اللي هو فيها، صار عنده شلل داخلي. حيروح ما هو حيروح الصبي حيموت ابني وما حدا خاصه. مين بده يطالن؟ مين بده يحاكمن؟ حي الله حدا من المسؤولين، حي الله حدا من الكبار. يفترضوا عندهم ولد مثل ابني وعم بيصير فيه هيك، شو بيعملوا؟ ما بيحروا المنطقة اللي بيكونوا موجودين فيها الأشخاص اللي عم يعملوا هيك بالأولاد؟ فهل ستكشف الوالدة هذه المرة عن المستور كاسرة صمتها ومسمية الأشياء والأشخاص بأسمائهم، وهي التي رفضت في المرة الأخيرة الكشف عن وجهها خشية التعرف عليها من قبل المعتدين أنفسهم؟